دلوقتي ايه ازاي يرجع ابن حنان مثلا. تمام. هو لما بنتكلم عن القانون الجديد برضه زي ما حضرتك قلتي يا استاذه لميس، هي المفروض نحط قواعد عامه، ولكل قاعده عامه استثناء. الاستثناء اللي بنتعامل معاه ان احنا نبدا نرفع زي ما قلت قضايا جنائيه وكذا، ليها طرق اخرى سلكها القانون ورسمها القانون احنا ملتزمين بيها، لكن القاعده العامه ان الطفل المفروض ان هو في حضانه والدته. طيب تمام. لو راح على الرؤيه او الاستضافه الجديد، ده النص الجديد ان هو في استضافه من 8 ل 12 ساعه. من 8 ل 12 ساعه؟ 12 ساعه اسبوعيا. 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 عشان في ناس بتفكرها كل شهر، ولكن المبيت مرتين في الشهر. يعني كده بنفرق بين ال 8 ل 12 ساعه دول اسبوعيا، ولكن المبيت اللي هو يبات بقى بالليل مش من 8 الصبح ل 10 مساء فقط اللي هم ال 8 او 12 ساعه، المبيت بقت مرتين شهريا. اوكي. مرتين في الشهر. طيب ايه اللي يضمن بقى، وهشوف دلوقتي هل ده يناسبك ولا لا العدد الساعات ده، ولكن ايه اللي يضمن بقى انه الطفل هيرجع لامه؟ بالظبط. في دلوقتي عقوبه حبس، مش بقى غرامه، حبس. طب واللي فاتت كانت ايه؟ لا ما كانش فيه حبس، مفيش عقوبه. لا ما كانش فيه عقوبه او الحبس، ما كانش فيه عقوبه جنائيه قبل كده أصلا. ما كانش فيه عقوبه. ده الجديد، قانون الاسره ما بيفرضش عقوبات الا في حاجه اسمها حبس الزوج لو في متجمد نفقات، بتروح ترفع بعد كده الزوجه حاجه اسمها حبس الزوج، او بما معناه الدفع يا الحبس، يا اما بيدفع النفقات يا اما يتحبس. اولا لازم يكون دافع نفقاته عشان يشوف طبعاً يعمل الرؤيه او الاستضافه. بالظبط. ده شرط. اتنين، ده شرط يكون انه لو ما رجعش الطفل. بالظبط. يحصل ايه بقى؟ بيحصل ان احنا اولا بيبقى في اعذار، الاول انذار من القاضي، وبعدين ما ينفعش ان احنا ناخده بقوه جبريه برضه عشان نفسيه الطفل مش عشان طبعًا الاب طبعًا ولا الام طبعًا. فلكن في انذار، وبعد كده بنروح بقى ترفع على طول بعد الميعاد المحدد 15 يوم، بتروح ترفع القضيه وعلى طول بيتحكم بجنحه مباشره امام المحكمه مباشره، بيطلع حكم الحبس وتروح تنفذ على طول الحبس، بيبقى قضيه كانها شيك بدون رصيد، 6 شهور لا يقل. طيب بالنسبه لها هي بقى، لو هي امتنعت، ما في برضه حاضنه ممكن تقول لك لا مش هوريك الولد مثلا، لا مش هيحصل الكلام ده زي ما في شكوى مثلا زي معتز ومحمد كده اللي بيحصل له. ليها غرامه طبعا من 1000 ل 5000 جنيه، لا تقل عن 1000 وما تزيدش عن 5000 جنيه. ففي الحاله زي دي بيقدر كمان معاها، مش يدي معاها، يقدر يعمل اسقاط مؤقت للحضانه. اسقاط مؤقت ده لمده شهرين، ممكن يروح يديها للشخص اللي بعده مثلا اللي هي ام الام. اللي هي ام الام. طيب لو ام الام برده ما التزمتش زي ما الاستاذ قال، تروح لام الاب. ام الاب تعتبر يعني خلينا فاهمينها، هي يعتبر مع الاب زي بالظبط هي مع الام. مع الام. طيب. تعتبر